إنجازات أمنية جديدة حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضرموت خلال الأيام الماضية ما بين اعتقال أفراد خلية جديدة وإحباط مخطط لتفجير واحدة من أهم المؤسسات الخدمية في المحافظة، حيث كشفت قيادة الجيش بالمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا عن اعتقال أفراد خلية وصفتها بالإرهابية منتصف الأسبوع الماضي، كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد ميناء المكلا وعدد من المصالح الأمنية والعسكرية بالمدينة ومحطة توليد كهرباء المنورة في قلب مدينة المكلا، وذلك بعد يومين فقط من حديث محافظ المحافظة بن بريك عن أن الصيف القادم سيكون الأول من نوعه الذي لن تشهد مدن المحافظة أي انقطاعات للتيار الكهربائي. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع حصول قيادة المحافظة على موافقة رئاسة الجمهورية لخطتها الأمنية القاضية بتجنيد نحو 3000 عنصر أمني جديد لدعم قطاع الأمن العام بمختلف أقسامه وتثبيت نحو 2000 من المتطوعين في حماية مؤسسات الدولة ضمن قوام أجهزة الأمن والشرطة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.